داود. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. رواه أحمد. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش. من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله. من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي
كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه الحاكم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. رواه أبو داود. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رواه أحمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وبحمده. رواه مسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك. يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. لا رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. يقولها 3 مرات إذا أصبح. رواه مسلم. ويقول أيضا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه ابن ماجه. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. يقولها 100 مرة في اليوم. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.